إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الذي آمنا به ولمر. أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير وصية يوصي بها المسلم أخاه المسلم، وهي وصية الأولين والآخرين. قال ربنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا بهذه الوجوه النيرة، وطبتم وطاب سعيكم ومرشاكم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا البيت الطاهر على غير أرحام بيننا أن يجمعنا يوم القيامة إخوانا على صور متقابلين. اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، وما زلنا في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد حددت وزارة الأوقاف اليوم تحت هذا العنوان: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن من أعظم الأمور التي يأتي الإنسان يوم القيامة يندم عليها هو تقصيره في ذكر الله والصلاة على رسوله. من أعظم الأمور التي يأتي العبد يوم القيامة يندم عليها هو تقصيره وتفريطه في حق الله وحق رسوله. أن يأتي يوم القيامة هذا العبد مفرطاً في حق الله ومفرطاً في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذكر ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السيدة عائشة تقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوماً من نومه باشاً هاشاً صلى الله عليه وسلم. جاي صلى الله عليه وسلم بشوش يهش السيدة عائشة رضي الله عنها فرحا صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة انتهزت الفرصة ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وكان هذا هو دعوه صلى الله عليه وسلم، ان يكون مسرورا، ان يكون فرحا، ان يضحك، الابتسامة لا تترك وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل لي. يا رسول الله، ادعو الله عز وجل لي. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما رفع يديه، قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة من دعوة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيصورك هذا؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: والله يا عائشة، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. يا عائشة، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إن إحنا مقصرين معاه، إن إحنا مجرد إن أنا أسمع رسول الله لابد إن أنا أصلي عليه
صلى الله عليه وسلم. يبكي صلى الله عليه وسلم يوما، ده خايف عليه، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الأمة. يبكي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل: يا جبريل انزل على محمد وسأله، وهو أعلم سبحانه، اسأله يا جبريل ما الذي يبكيه. فينزل سيدنا جبريل على النبي: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك ما الذي يبكيه. قال: يا جبريل، تذكرت حال أمتي من بعدي فبكيت. فصعد جبريل إلى رب السماوات وقال: يا رب، تذكر حال أمتي من بعده فبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، انزل على محمد وقل له: إنا سنلقيك في أمتك ولا نسوك. إنا سنلقيك في أمتك يا محمد ولا نسوك، صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقيك في أمتي. إذ برسول الله يقول: يا جبريل، والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر يدخل عليه، والحديث في الصحيح، سيدنا عبد الرحمن بن عقيل يدخل عليه في الصباح صلى الله عليه وسلم وقد نام صلى الله عليه وسلم على الحصير وقد علم الحصير في جسده صلى الله عليه وسلم. فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عقيل راوي الحديث: يا رسول الله، أو ما دعوت الله؟ ادعو الله عز وجل يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يرزقك ويعطيك و فقال: يا عبد الرحمن، ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة دعا بها كل نبي إلا أنا، فمنهم من دعا كسليمان يوم أن قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومنهم من دعا بها على قومه كنوح يوم أن قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أما أنا يا عبد الرحمن فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رأى ما رأى صلى الله عليه وسلم في حياته وما دعا بها هذه الدعوة، مختبئ هذه الدعوة لأمتي صلى الله عليه وسلم. أفما يستحق هذا النبي أن يصلي عليه كل ليل ونهار صلى الله عليه وسلم؟ يسجد صلى الله عليه وسلم طويلا، الصحابة ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة طويلة. فلما أن انتهى من السجدة قال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك سجدت سجودا طويلا. فقال: لقد آتاني جبريل وأقرأني السلام من ربي وقال: يا محمد، أبشر أمتك بالجنة. طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر أمتك يا محمد بالجنة. لعلنا ذكرنا حديث سيدنا عبد الله بن عمر وهو يتكلم عن نبي الله موسى، يقول: من أن موسى يوما قرأ في التوراة من أن أمة ستأتي آخر الزمان أكثرها أهل الجنة. فقال سيدنا موسى: يا رب، اجعلها أمتي. فقال: لا يا موسى، إنها أمتها صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ سيدنا موسى: لأن هذه الأمة من هم منهم بمعصية فعملها كتبت سيئة واحدة، وإن لم يفعلها كتبت حسنة، ومن هم منهم بحسنة فعملها كتبت عشر، فإن لم يفعلها كتبت حسنة. فقال سيدنا موسى: يا رب، اجعلها أمتي. فقال: لا يا موسى، إنها أمة أحمد. يقول راوي الحديث: فألقى موسى الألواح من يده وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يا
يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وينادي للصحابة، ينادي في الصحابة ويقول: أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الراضفة، جاءت الراجفة تتبعها الراضفة، وينادي بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم. فيقوم سيدنا كعب، أبي بن كعب، سيدنا أبي بن كعب، ويقول: يا رسول الله، إني لا أجعل لك في دعائي الربع يا رسول الله. يعني أنا في الدعاء بتاعي لو جعلت بدعي ساعة يا رسول الله، الربع الساعة ده هي بيكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، أجعل لك النصف. قال: إن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. يعني كل دعاء يا رسول الله هيبقى صلاة على النبي بس. شوف النبي يقول له ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذا يكفيك همك. الهم بتاعك مش هتلاقيه، مجرد بس انك انت مهموم اقعد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مهموم صلى على النبي بس، واكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله سترى الفرج. الإمام ابن الجوزي يذكر في بعض كتبه قصة عجيبة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة تسمع القصة وتعمل بيها. قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة بس لواحد رجل كان مهموما عليه دين كبير. القاضي موجود، الرجل راح للقاضي: أيها القاضي، إن فلان أخذ مال وما يريد أن يسدد. فقال القاضي: ائتوني به. فلما جاء الرجل أمام القاضي قال: هل أخذت مال هذا الرجل؟ قال: لا. قال: أعطيه مال. قال: والله ما مال. قال: إذن سنحكم عليك بالسجن. قال: أيها القاضي، انتبه، إن أردت أن تحكم علي بالسجن فاتركني أذهب إلى زوجتي وأولادي وأخبرهم بخبري وأتيك في الصباح. قال: وما الضمان؟ ما انت ممكن تمشي بالجيش، وما الضمان؟ قال: انما اتيك في الصباح ايها القاضي يوم القيامه اشهد علي رسول الله. فقال القاضي: اسمع. فعاد الرجل الى زوجته. بماذا حكم القاضي؟ قال: حكم علي بالسجن. قالت: بالسجن؟ قال: نعم. قال: هيا بنا نجلس نصلي على رسول الله. هيا بنا نجلس نصلي على رسول الله. فجلس الاثنين يصليان على رسول الله فأخذتهما سنة من النوم فنام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المديون في المنام وقال له: يا هذا، إذا كان في الصباح فاذهب إلى القاضي وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اطلب صلاته. قال: يا رسول الله، وما الضمان؟ قال: قل له: ايها القاضي، انك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة. القاضي لو سألك وقال لك انت علامة صدقك ايه ان النبي جالك في المنام؟ قل له اكثر من علامة. العلامة الاولى انك ايها القاضي تصلي على رسول الله في اليوم والليل 1000 مرة. والعلامة الثانية أنك في آخر ليلة قد أخطأت في عدها يخبرك رسول الله أنها قد وصلت كاملة. رجل جاء من الصباح، ذهب للقاضي، ووعد القاضي أن حاجتك في الصباح. دخل على القاضي: أيها القاضي، يخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطلب صلاة. قال رسول الله: قال نعم. قال: وما علامة صدقك؟ قال: علامة صدقي يخبرك بها رسول الله أنك أيها القاضي تصلي على رسول الله في اليوم والليلة 1000 مرة. والعلامة الثانية يخبرك رسول الله أنك في آخر ليلة قد أخطأت في عدها يخبرك رسول الله أنها قد وصلت كاملة. فإذ القاضي يقول لهذا الرجل: عفا
عفونا عنك. وإذ من باب يدك، من اللي دخل؟ صاحبنا اللي ليه أموال. قال: أيها القاضي، لقد عفوت عن هذا الرجل. قال: ولما؟ قال: لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: إن عفوت عن هذا عفونا عنك يوم القيامة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في معجزات بتحصل والله يا اخوانا. بعض الناس بيحكي بيقول لي: والله كنت في ذنب، بس مجرد بس ان انا اقعد كده واذكر واصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله خلاص الطرق كلها بتنفتح. فاكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا، والله عز وجل يامره: ان الله وملائكته، الله يصلي والملائكه تصلي، وانت يا مسكين ده، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده امر من الله عز وجل ان تصلي على رسول الله. اكثر من الصلاه على النبي، الابواب هتنفتح، الخير هتلاقيه في اولادك، الخير تلاقيه في عملك، الابواب كلها بتنفتح قدامك، تحس ان انت عايش مش ميت. الا بذكر الله تطمئن القلوب. مجرد الذكر والصلاه على رسول الله تنشرح الصدور. اذا اقول ايها الاحبه، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، يقول صلى الله عليه وسلم: اكسروا علي من الصلاه في الليله الزهراء وفي اليوم الاسفر، اللي هو يوم الجمعه وليله الجمعه. النبي بيامرنا ان احنا نقصر بالصلاه على النبي في مثل هذا اليوم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: اقربكم مني مجلسا يوم القيامه اكثركم علي فرحا. ان انت بس تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرب الناس منزله يوم القيامه من النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم علي صلاه. حيث تاني، حتى قال علماؤنا انها العباده التي ليس فيها تعب. انت عشان تصلي صلاه الخمس، تيجي من البيت تخش تتوضا تيجي تصلي، ركوع وسجود، في تعب. لكن العباده الوحيده اللي الانسان بيعملها ما فيهاش تعب، شغال بتصلي على رسول الله، نايم بتصلي على رسول الله، ماشي بتصلي على رسول الله، في جميع احوالك ليس فيها تعب، ما عليك الا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. بس تاخذ اجر كبير. في يوم القيامه تلاقي حسنات، جبال من الحسنات، هنا بكثره الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنفرج الهموم بكثره الصلاه على رسول الله. الا يستحق حتى النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي عليه. شوف جميع الامم يوم القيامه ياتون: يا اهل اشفع لنا عند ربك لست لها لست، يا نوح اشفع لنا عند ربك لست لها لست لها، يا كليم الله، يا روح الله عيسى، يا الى ان ياتون الى نبينا صلى الله عليه وسلم: يا حبيب الله اشفع لنا عند ربك، يقول: انا لها انا لها صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح. ويسجد تحت عرش الرحمن ويقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع راسك وسبحك واشفع تشفع، يقول: يا رب امتي امتي. بس امتي خايف عليك النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليك صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع راسك وسبح واشفع تشفع، انا سنلقيك في امتي. يقول: يا رب والله لا ارضى واحد من امتي في النار. واحد بس قال: لا اله الا الله محمد رسول الله، النبي ما يرضاش يكون في النار صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى، طول ما انت قاعد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
والله هتبص تلاقي الشياطين بتبعد عنك. يلي بتبغى في المخدرات اكثر من الصلاه على رسول الله، يلي بتفعل الحرام اكثر من الصلاه على رسول الله، يلي بتعاني من المعيشه والبص كذا والجبح كذا اكثر من الصلاه على رسول الله. بس طول ما انت جاهد رحت على السرير عشان تنام اكثر من الصلاه على رسول الله، والله ستجد الخير، والله ستجد الخير. الليل الماضي حطيت دماغي الصلاه على رسول الله، والله رايتني وانا اصلي امام في الحرم، بس اكثر من الصلاه على رسول الله شوف الخير. هي رؤيه جميله الواحد بيقوم عليها حتى مطمن شويه. فاكثر من الصلاه على رسول الله دائما والله لا تجد الخير. اقول بهذا واستغفر الله العظيم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى لسانك يفطر يتعب.
واحد دماغه تروح في حته ثانيه، دماغه مهموم بهم العيال، صلي بس على النبي صلى الله عليه وسلم. دماغه مهموم بالاموال اللي صلي على النبي. دماغه مهموم صلي بس على النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر من الصلاه عليه والله ستجد النور وستجد الخير، وهتلاقي قلبك مستريح. مش مهموم ليه؟ لان النبي قال للصحابي اذا يكفيك همه. ليه؟ لان انت جعلت كل دعائك صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه في الله، يقول صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعه في اليوم في ساعه الجامع، اللهم اهد نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، باعد اللهم بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تفضحنا بما اطلعت عليه من اسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في اماكن خلواتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اعزل لدينك ان يعود، واعزل لشريعتك ان تسود، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا جدا، امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسالوه يعطيكم، وفقنا الله تعالى لمرضيه، وجنبنا منهيه، وجعل مستقبل حياتنا